أنا أشرت إلى مسألة بغاية الأهمية، إلى أن هذه القضية فيها مسألة جوهرية، وقصدت بالجوهر هو المسألة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة الإنسان. لذلك سأذهب إلى الدكتورة سربي الصيدلية. الدكتورة، معك ترخيص وزارة الصحة اللبنانية أدوية إيرانية بديلة بدون معلومات علمية كافية حول الجودة وسلامة الاستعمال. سؤال، كيف دخلت هذه الأدوية إلى لبنان؟ وكيف كانت التخريجة القانونية من وزارة الصحة حتى أصبحت في كل الأسواق اللبنانية؟ أنا ما بدي أصدمك، ما في تخريجة قانونية، كانوا في سجلوا مش قانوني وبعضهم مش قانوني، ما عملوا لحتى ما كلفوا حالهم يعملوا لإخراج قانوني. تقدموا على الوزارة بفايلات فاضية؟ عادة كيف تجري العادة لأي دواء إن كان أمريكي فرنسي، كيف له طريق لكي يدخل إلى السوق اللبنانية؟ إذا سمحت اشرحينا. بيتقدم الفايل، صار ما بحكي نحوي، بيتقدم الفايل على وزارة الصحة، في شروط بوزارة الصحة، 1-2 تشيك ليست بدون يقدموها. لما يتقدم ويكمل الفايل بتدرسوا اللجنة الفنية على أساسه، يا أما بترفض دواء يا بتسجل دواء يا أما بتعلق دواء. ماذا حصل بهذه القضية؟ علق الدواء على شرط أنه يجيبوا لهم الأوراق الناقصة. بناء على هون بعد ما تعلق بيتدخل الوزير جبق اللي هو حكيم وعارف أنه اللي عم يعمله مش قانوني محلف، دخل الوزير جبق وأمر اللجنة الفنية بقرار أنه تسجل الدواء رغم أنه الفايل فاضي. اللجنة الفنية من خوفة ما يش يوم من الأيام يموت مريض وهي اللي سجلته. هاي الدقيقة، هاي الدقيقة هون سجل، إلى أين نحن ذاهبون؟ يعني الأضرار هون اللجنة الفنية لتحمي حالها قانونيا هون، لأنها يخدي قرار من الوزير يسجلها، سجلت واشترطت أنه هالدواء يتحلل بمختبر مرجعي أوروبي، وهذا اللي ما صار لحد اليوم. أين تحل؟ لم يتحلل، وأنا عرفت من سورس خاصة أنه تحلل بإيران، بس لحد هلا نحن بتعرفوا ما عندنا اكسي على المعلومات بالوزاره، ما بنعرف شو عم بيصير، ما ولا شيء ابدا. لحد اليوم ما قادرين يثبتوا انه اللي عم قالوا الاستاذ دوفل ده غلط. يعني في، يعني نحن الان امام واقعه خطيره لا ترتبط بالتصريح السياسي او بموقف من الايراني، نحن ترتبط بصحه الانسان. يعني حضرتك عم تقولي في مشكله الان في صيدليات لبنان، هنالك دواء دخل من دون اي ضوابط وهو يتصل اتصالا وثيقا بصحه الانسان. انتم كصيادله وكاطباء ايضا كنقابه الصيادله في لبنان، اين موقفها؟ شو كان موقفها؟ هلا موقف النقابه شوي ضعيف، لانه باللجنه الفنيه في مندوب من نقابه الصيادله، في مندوب من نقابه الاطباء، في مندوب من الضمان. الموقف ضعيف وما حدا تحرك لانه في امر وزير وبتعرف في مراعاه. دكتورة مراد خليني اشوفها، برايك هذه المساله اليست مستغربه؟ يعني كنا نحكي بالسياسه جائز، نحكي بالاقتصاد جائز، طيب. بس اليوم عم نحكي بمسائل حساسه جدا، صحه الانسان، شو رايك؟ يعني للاسف هذه السلطه أقدمت على الإجرام بصحة المواطن، يعني أخذت له ماله والآن تأخذ له صحته وبتربحنا جميلة وبتعيطنا على المباحث الجنائية. يعني أنا كنت من 3 أشهر هنا في قصر العدل أقدم الملفات أنه هذا الدواء غير شرعي، هذا الدواء فاسد، هذا الدواء لم يخضع إلى التجارب السرية حتى. طيب. وقلنا له لوزير الصحة بدك تعطينا، تفضل تعطينا المستندات لحتى نأكد لك أنه نحن يا خي منجيب الدواء. ما أعطانا الوزير، بالعكس قالنا أنه هلأ بعتناه على أوروبا ليتحلل من بعد ما سعر على موقع وزارة الصحة. تخيل وزير في 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 بآلية علمية بيعرف أنه لازم آخر مرحلة أن يسعر الدواء، سعر على موقع الوزارة لست أدوية وبنفس الليلة قالنا عم بعتناه على أوروبا. شكرا وصلت الفكرة. هو مظهر، هو بس أختم، هو مظهر جديد من مظاهر الترهل الفساد اللبنان، ولكنه هذه المرة يرتبط بصحة الإنسان على عكس المواقف إن كانت سياسية أو اقتصادية أو نقدية، وهنا تكمن الخطورة.